فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. الانصاري اليوم حسن الهيدوس من البداية، اليوم طارق سلمان من البداية، واليوم من البداية نتمنى اهلي الفريق السداوي مزيدا من النجاح، التألق، التوفيق، الفوز باذن الله، والعبور والوصول بالتالي الى الدور نصف النهائي، حيث ليفربول المتألق عندما يصل اعتقد فريق نادي السد لمواجهة فريق ليفربول ما حد راح يطلب منا الكثير في الفرصة لكي يلعب. ولاحظ التسديدة الأولى، قوة هذا الفريق ما لازالت حاضرة، والتسديدة حاضرة، يبعدها المدافع، وصلت إلى أكرم عفيف، لكن أعتقد أكرم يقف في موقف تسلل. الآن إحنا أمامنا يعني دخلنا في الدقيقة الثالثة، ما الذي حدث في هذه؟ نطالب بغداد بنجاح بالتقدم في هذه اللقطة، بغداد وصراع على الكرة، حلوة 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 حلوة، السقوط على أرضية ملعب، وسلامتك لبغداد ان شاء الله. غابي واحد الهاجري، لعبت الكرة عالية، مرت بسلام، حاول ان انتهي، ضاعت الكرة، وبالتالي تستقر الى ضربة مرمى لمصر في المباراة لغاية الان، واحدة للمكسيكان واحدة قطرية. الكرة الان الى خطأ، الى صافرة، الى ضربة حرة مباشرة، الضربة الحرة المباشرة عالية خطيرة، يخرج حارس المرمى، ومعها صافرة من قبل حكم المباراة السيد اوفييدو هاتشيغان، يحتسب الخطأ لمصلحة فريق نادي السد. المباراة هنا يعني حلوة، اللقطة حلوة، سريعة اللقطة، سريعة، أكرم الله، والله صح مونتري في هذه اللقطات الخطيرة جدا، تحولت الرأسية لكنها إلى ضربة مرمى لمصلحة السد. هذا اللاعب المتقدم غاياردو، اللاعب الدولي المكسيكي، عبر كامل 86، محاولة بغداد بنجاح، بغداد يتمنى النعي على الذيب، بغداد، أكرم، نعم، الهدوس، مساعد الحكم هنا يرقم، أكرم يتقدم، يخرج حارس المرمى، دفلت الكرة، المرمى فاضي، ولكن فاروفيرو لاحظ الكرة الحلوة، حلوة 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 حلوة، برافو يا شباب، لمسة هنا ثانية وثالثة ورابعة على مرحلة، جرة إلى نام، حلوة 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 اللقطة، لا هذه مو حلوة، هذه مو حلوة، ينقلها مرة أخرى لأكرم عفيف، أكرم بيرجع الكرة، لمسات والنقلات المتبادلة ما بين لاعبي الفريق والأندية العربية، إلى المدافع الطويل مونتيز، المدافع المكسيكي، حلوة حلوة حلوة، يفك الكرة لاعب نادي السد، وصلت سد، التسديدة، الله كرة مباغتة قوية تضرب القائم الأيسر، ويتقدم فان جوني لاعب الخبرة، اللاعب الدولي الأرجنتيني، يسجل الهدف الأول لمصلحة مونتري، شوف 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 شوف، كرة مباغتة قوية سريعة من الجهة، بطلة كأس العالم للأندية، ردة فعل الزعيم، أوكي، السعيدة بالاختر والعقل، يضيفون، يمرر الى المتقدم وعلام مونتري، انلعبت، يبعدها، حلوه، برافو سعد الشيب، لكن معها صافره في خطا بالتالي لعزب قطر، مشجعي فريق نادي السد، الفرق القطريه الاخرى، المشاهد القطري، المشاهد العربي، والذي تراجع فيه خاصة مع الهلال، التسديدة الحاضرة أمامك الآن من أكرم عفيف، يسيطر فاروفيرو، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، السقوط على أرضية الملعب، صافرة ولكن يعتبر مثل في اللقطة الأولى، مباراة أصعب الثانية، والآن الضربة الركنية لمصلحة مونتري، وفي سقوط على أرضية الملعب، وسلامتك إن شاء الله، سلامة بيدرو.
سلامة بيدرو، سلامة بيدرو. فريق نادي السد يحرز اهداف غزيره، ليش؟ لانه يملك خط وسط قوي من اللاعبين اللي يقومون بالادوار الدفاعيه واللاعبين اللي يقدر بعض اللاعبين يلعبون مستوى ثابت، يعني في خط الدفاع مثلا طارق سلمان، في خط الدفاع لاعب طيب الذكر بسام. الى صفراء والى خطا، خليك حذر يا بغداد. في المباراة السد غابت المحاولات في الدقائق الأخيرة، لأن حتى الآن إلى الضربة الحرة الثامنة لعبد الكريم حسن، عبد الكريم يلعب حسن الهيدوس حول، يلا 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 عبد الكريم يتقدم، عبد الكريم يضغط عليه المدافع المكسيكي، أوكي أوكي يا أكرم، أكرم يتقدم يقود المحاولة، يصف مستمرة الكرة المنقولة، اللعبة عالية، المتابع ريطر وينقلها عالية جهة من؟ جهة اللاعب اللي سدد الهيدوس إلى الدور نصف النهائي، كرة خطيرة، انفراد حقيقي، انفراد حقيقي، وجول ثاني. انكشف خط دفاع فريق نادي السد، وفونس موري الهداف الأول في الفريق المكسيكي ينفرد ويسجل الهدف الثاني لمصلحة مونتري، الهدف الثاني. لكن شوف 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 ولاحظ معي على فريق نادي السد، وسقوط على أرضية الملعب، أكرم الهيدوس ضاعت، ومن أكرم ضاعت الكرة البينية، التحول ولكنها تمر تمر، ضاعت من أكرم عفيف. هذا الأيمن، لاحظ الكرة الخطيرة، الضغط، هذا حكم كرة القدم، ضيع فرص تاخذ أجوال. عبد الكريم نفسي يحاول يخلص مرة أخرى، الكرة المقطوعة تحولت بعيدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. إن شاء الله يا عبد الكريم، عبد الكريم يتقدم يقود المحاولة يخلص، المتابعة المدافع يسقط على أرضية الملعب، الكرة إلى ضربة مرمى وسلامتك إن شاء الله. والنصف بعد ذلك، يعني الهلال محاولة، الله الله ضاعت ضاعت. شوف كرة من هذه الكرات ممكن تقتل المباراة ترى، شوف 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 ولاعب. النجاح الحقيقة للزعيم القطري انه هو يكون حاضر، هذه كرة خطيرة خطيرة جدا ثانية لمصلحة مونتريه، مونتريه هي الكرة الثانية الخطيرة، خطيرة جدا، كاد مونتريه في المحاولة الأولى وأيضا المحاولة الثانية، لاحظ جيدة اللي ينقذ الموقف أعتقد سعد الشيب، لاحظ الموجود أمامك عند الدقيقة الثامنة، لكن خطورة مونتريه إلى جابي، جابي القائد في علامات استفهام أكيد، جابي يعني من تسبب السد الهدف الثالث قد ينهي اذا بعد الهدف الثالث، لان في لاعبين مهمين يجلسون على قائمه البدلاء. علي اسد اكيد هنا خطا، وهنا بطاقه صفراء مستحقه اكيد، حكم المباراه يوجه بطاقه صفراء على لاعب تبديل في فريق لغايه الان. حلوه اللقطه، حلوه حلوه ولا زالت احلى، و يا الله يا الله، فرصة حقيقية ضيع منك يا أكرم، وقت تقليص الفارق، كرات جميلة متبادلة، نعم إلى الهيدوس، الهيدوس يلعبها الرسيغ، جول الزعيم، الزعيم يسجل هدفه الأول في المرمى الأيمن، بغداد بنجاح، اثر كرات جميله متبادله ما بين لاعبي فريق نادي السد ينجح الحقيقه، اولا حسن الهيدوس الراسيه تاتي بعد ذلك من بغداد، والكره امام المرمى مره اخرى، الكره المشتركه وصلت، خطير لحم معي الكره تهيأ التسديد التصفيات، حلوه المباراه خطيره لمصلحه مونتري، انلعبت امام المرمى لكنها مرت بسلام. شوف شوف اللاعبين في تلك البلاد في أمريكا الجنوبية كانت كيف أصبحت بعد لعبة أستراليا، هذه كرة في غاية الخطورة، اللعبة فوق،
جول مونتري يسجل الهدف الثالث. مونتري يسجل الهدف الثالث. كرة انلعبت متبادلة سلسة. الفريق المكسيكي أو مونتري ومدربه من أصول عربية أن تسجيل الهدف الثاني. أمال الزعيم عيال الذيب تسجيل الهدف حلوة. جول جول حلوة عبد الكريم حسن. حلوة عبد الكريم حسن يعمل له قذيفة قوية ويسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي السد. حلوة حلوة حلوة. هدف جميل. هدف من كرة صاروخية من الصاروخ.